الحقيني يا ماما بموت. تفاصيل وفاة الشاب عمرو بسبب حقنة البرد. الحقيني يا ماما بموت، دي كانت آخر كلمات الشاب عمرو ضحية حقن البرد في عين شمس. خال الشاب عمرو روى تفاصيل وفاة ابن أخته بسبب حصوله على حقنة برد، واللي كان بيستعد لإتمام زفافه بعد شهرين. وقال درويش إن عمرو البالغ 36 سنة كان بيشتغل في شركة عقارية، وقبل الوفاة حس بالتعب فتوجه لدكتورة صيدلانية وطلب منها إعطاءه دواء للبرد. الراحل كان يعتبر الصيدلانية بمثابة والدته. الدكتورة قالت له هديك حاجة قوية، خد المجموعة دي هتخليك زي الحصان. الدكتورة اللي بيعتبرها أمه ادته 7 أمبولات للبرد. عمرو أخد الجرعة الأولى واللي هي عبارة عن 3 أمبولات وفيهم كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن، وكان في حالة صحية جيدة. وحينما حصل على حقنة المضاد الحيوي زيرون، توجه إلى والدته قائلا الحقيني يا ماما أنا بموت، أنا بموت. حاولوا التواصل مع الطبيبة التي أعطته الحقنة، وحين جاءت إلى منزل عمرو وضعت له ملح في فمه، لكنه كان قد فارق الحياة بسبب توقف عضلة القلب. طلبوا الإسعاف لكنها لم تأتي، وبعد ذلك تدخل الجيران وتم نقله إلى المستشفى، وحاولوا إنعاش القلب الذي عمل لفترة وجيزة لكن دون جدوى بعد توقف المخ عن العمل. عمرو توفي بعد 8 أيام في غرفة العناية المركزة. استشار الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح قال أن حقنة البرد الشديد ليس لها أي دور في علاج البرد نهائيا، ولها ضرر كبير على من يتناولها، فهي عبارة عن حقنة مسكنة للآلام فقط. حقنة البرد لا تؤخذ إلا بمحاذير شديدة وعن طريق الطبيب، لافتا إلى أن حقنة البرد تعد كارثة صحية، ولا ينصح بتناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي. المضاد الحيوي والكورتيزون يؤذون مناعة الجسم، ومعظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوي، فالمضادات الحيوية تساهم في تقليل المناعة. وهناك خطر جسيم بالحصول على حقنة البرد من الصيدلي دون مراجعة الطبيب. هناك العديد من الأضرار التي من الممكن أن تصيب مرضى الإنفلونزا، إذ من الممكن أن تتفاعل المضادات الحيوية مع الأدوية الأخرى التي تتناولها، مما يجعل تلك الأدوية أو المضادات الحيوية أقل فاعلية، إلى جانب أنه من الممكن أن تؤدي تركيبات الأدوية مع تناول المضادات الحيوية إلى تفاقم الآثار الجانبية للمضاد الحيوي. كما يمكن أن يكون لها تأثيرات ممتدة مثل ضعف جهاز المناعة، التهابات الصدر، ظهور البكتيريا المستأسدة المقاومة للمضادات الحيوية. وحسب آراء الأطباء فإن هذه الوصفة الدوائية قد تؤدي إلى الوفاة في حال تناولها المريض دون استشارة طبيب. أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرا عاجلا حول حقنة البرد التي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد. وقالت وزارة الصحة أن المكونات الثلاثة التي تحتوي عليها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية. وتابعت الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد، كما أن الاستخدام الزائد لخوافض الحرارة يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكر والربو، وأن الإفراط في تناولها يسبب قرحا في المعدة واختلال وظائف الكلى.